رمضان، هذا الشهر، هذا الضيف العزيز الكريم الذي ننتظره من العام إلى العام، يزورنا وهو خفيف ويغادرنا سريعا. عندما يأتي إلينا يحضر معه هدايا، الكثير من الهدايا كلها مغلفة. بعضنا يفتح هذه الهدايا ويسر بها، والبعض الآخر ربما لا يفتحها ويتركها سنة بعد سنة ويغفل عنها، لأنه ظن أن رمضان هو فقط الامتناع عن الطعام والشراب. هذه الهدايا يا أخ عادل علينا أن نفرح بها طوال السنة، ليس فقط في شهر رمضان، إنما يجب أن تبقى معنا، لأن لا نضعها في الخزانة أو نضعها في المخزن، نضعها أمامنا دائما حتى نسر بها. من هذه الهدايا التي يحضرها لنا رمضان التوبة. كثير من الناس تستغل هذا الموسم الذي تصفد فيه الشياطين من أجل أن تتوب عن المعاصي وتقلع عنها وتعاهد الله سبحانه وتعالى بعدم العودة إليها، فتشعر بحلاوة التوبة هذه، تشعر بها وتسر بها وتملأ قلبها. من الهدايا الأخرى أيضا يا أخ عادل القرآن. المسلمون يقولون أن رمضان شهر القرآن، صحيح، لأن القرآن نزل على في رمضان، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يراجع القرآن مع جبريل في رمضان مرة وفي العام كله مرة. وكثير من الناس الآن كان صاحبها القرآن طوال الوقت، إما بالاستماع إليه وإما بقراءته وإما بتدبره. هذه هدية قيمة، هذه الهدية يجب أن تكون معنا طوال العام، ليس فقط الآن ثم نضعها في المكتبة. صلاة الليل، صلاة الليل التي شعر بها، رغم أن الليل قصير أخ عادل في هذه البلاد، مع ذلك ركعتان. كثير من الناس مثل ما حكى الشيخ فتح الصافي الله يرحمه، قال قوم الساعة 2 صلي ركعتين مع دمعتين وادعي ربك وناجي ربك. اللي استغل، اللي فرح بهذه الهدية التي أتى بها رمضان فسوف يحتفل بها دائما. صلة الأرحام رمضان، بما أن رمضان شهر العطاء، وبما أن رمضان علمنا العطاء وعلمنا الجود وعلمنا دفع الصدقات وعلمنا مساعدة الفقراء وعلمنا أيضا الإنسان يتذكر أرحامه. لماذا أخ عادل؟ لأنه كنا نجلس مع بعضنا البعض، وقت كنا إحنا زمان في رمضان، كان رمضان له ميزة، يجتمع العائلة، يجتمع العم والجد والعمات والخالات، وكله يجتمع مع بعضهم البعض. هذا الشعور نفتقده نحن هنا في الغرب، لكنه يعود إلينا عندما نسمع صوت توفيق المنجد، تعود بنا الذاكرة. أين سمعناها؟ سمعناها عندما كنا مع خالاتنا وعماتنا فنذكرهم. هذا العام أنا ركزت كثيرا على الابتسامة. ابتسم أنت صائم، لا تكون مقطب الوجه. هذه الابتسامة حافظ عليها أخي في السويد، والله لها دور كبير، وتفتح لك أبواب مغلقة، أبواب الرزق وأبواب المحبة وأبواب التعامل إذا كانت الابتسامة على وجهك عندما تلتقي زملائك في العمل. الصبر يا أخ عادل، هذا الصبر. الإنسان يظن نفسه أنه لا يستطيع أن يمتنع عن الأكل والشرب، يظن نفسه لا يستطيع أن يمتنع عن السكريات، وإذا به برمضان يصوم 16 ساعة أو أكثر من ذلك، ويستطيع أن يترك التدخين. هذه الفرصة، أنت تركت التدخين أو خففته في رمضان، حافظ على هذه الهدية إلى ما بعد رمضان. الصوم جنة يا أخ عادل، وهذه إحدى هدايا الصوم. أننا ماذا فعلنا؟ غوضنا البصر. الآن عندما تخرج مباشرة تذكر أنك صائم، فلا تنظر على ما حرم الله، فهذا الأمر يجب المحافظة عليه أيضا بعد رمضان. غض البصر من أحلى ما يمكن أن يستمتع به المرء، لأن من غض بصره أعطاه الله حلاوة في قلبه لا يعرفها غيره. حفظ اللسان يا أخ عادل، حفظ اللسان. اللسان في رمضان الإنسان إذا سابه أحد أو شاتمه يقول إني صائم، فلا يغضب ولا يرفث ولا يسب ولا يفحش. هكذا هو المسلم، هو هذا الشيء الطبيعي. لكن الغفلة في الأيام العادية أخي، نعود ننسى، أنا الإنسان هو ينسى، ففجأة مثلا تخرج منه كلمة غير لائقة. هذا في رمضان تعلم أن يمسك لسانه، لأنه يعلم أن ذلك يؤثر على ثواب الصيام فامتنع عنه.
الحلم والهدوء والعفو، هذه صفات عظيمة، والصبر على الأهل، الصبر على الأهل والصبر على المشاكسات والأمور الصغيرة، الترفع عليها، هذه الأمور. في هناك كثير من الأمور يا أخ عادل السويدون يتكلمون عنها كثيرا، وهي أنه لا تنشئ حربا من أجل شغلة صغيرة، يعني لا تنشئ مشكلة إلا إذا كان فعلا هي تستحق أن تكون مشكلة. كثير من الأشياء خلاص طنش عنها يا أخي، طنش عنها، ومرأة ما تستاهل أنك تعمل منها، ليش؟ وهو قال لي وأنا قلت له، هذا يشوش القلب ويشوش العلاقات الاجتماعية. آخر نقطة علمني إياها أنا رمضان، هي أن تجلس مع نفسك بهدوء وسكون وتراجع، ما الذي حصلته أنا بهذا الشهر؟ لماذا أنا صمت؟ لماذا أنا قمت؟ حينها ولتكبروا الله على ما هداكم، حينها نفرح في يوم العيد لأننا حينها قمنا وفرحنا بالهدايا التي أتى بها رمضان، فنفرح بها أكثر في يوم فطرنا إن شاء الله. اللهم بارك لنا في رمضان، وعنا فيه على الطاعات يا رب، وارفع هذا البلاء، واجعل عيدنا عيدا سعيدا على المساكين وعلى كل الناس. لا تنسوا المساكين يا إخوتي، المساكين أفرحوهم في العيد بأي شكل من الأشكال، استطعتم أن تفرحوا المساكين والفقراء في العيد. هذا العيد هو لإظهار الفرح، لإظهار البهجة، لأننا قمنا بأمر عظيم، وهو أن احتفلنا بهذا الضيف الكريم الذي اسمه رمضان، الذي هو فيه الصوم، والصوم هو لله، وهو يجزي به. وجزاكم الله خيراً.